صباح الخير. مالك بتتمطوحي كده ليه؟ النوم مأثر عليكي ولا ايه؟ خلاص مفيش حاجة مفيدة هنا. ايه صوت الخبط ده؟ مين اللي بيخبط؟ لا انا كده ابتديت ازهق بقى، ننجز. المفروض نرجع ازاي؟ يعني انت سبت الدنيا كلها وجاي ترجعي هنا؟ تصدقي ان انت خنزيرة؟ عرفتي الانتنة كمان؟ بقيتي مجرمة. لا النبي ما شاء الله. يطل إيجارك، الواد ابتدى يرفص. والسلام على الرومانسية. والسلام. أي محن بيساعد في إيه ده؟ إيه المساعدة في كده؟ قولي يا عبقرية. داري الإفتاء المصرية بتحييكي. ما هي تيجي معايا كمان؟ ناقصين عوائق. احسن برضو. هي كان كده كده وجودها زي ما عدمه بيعقني. السلام السلام، دي بقى اللي هتحميها، دي اللي هتحميها من شرور العالم الخارجي كله. اه طبعا طبعا، يبقى البت هتموت طالما خدتها من يا سلام. السلام، جهنم وبئس المصير.
طب وبالنسبة لبطنها ده اللي انت مش عارفة ابوه ده وشكلك هتلبسيه ايه ظروفه؟ انت مش مشيتي ورا دينا يا اخت البسي، اكيد هتوديكي في طريق غلط. ايه اللي يروح ما يرجعش؟ او شفتي ضرب نار وبهدلة عيني؟ انت مش وراكي غير تومي، يعني عايشة نايمة بتحلمي بتومي. مش البتاع ده هتلاقي فيه حاجات. وش طقم ملابس جديدة؟ يلا نعمل لنا شوية أبجريد. محترفة محترفة يعني مش زول. حلوة الرسمة دي، لطيفة اللي رسمها كويس. The best clicker color in the whole kizzy. عاملين له تمثال كمان، انتوا رايقين والله. شوفوا الجوية اللي في عزه. لا لا تعالى نروح تاني. خلاص يا عم عنكم، ما طورتوا من بندقياتكم، انتوا الخسرانين. خسرتوا بندقية عظيمة. يلا يلا نفوضها. واضح ان احنا في خطر. ستي تومي نفسه مش طايق. انا بكلمك بالنيابة عن تومي وبقولك ان تومي نفسه مش طايق. دي بقى قالوا الكلب الجيرمان اللي معاهم ده لكن كيرس كورسو ده. الكلب ده هيوديني في ده. يلا خربت امك، اضرب نار ولا نتعامل بالحسن. No!
أحا كلب قتلها إيه السهولة دي؟ هنفخ أمك من المرة الجاية. تعالى حبيبي خد يا لا بصراحة مش عارف ازاي كان بيقتل. هو في ايه انت التحكم ماله بقى عقيم كده ليه؟ تهريج ده تهريج اللي انا يتعمل فيا كده على اخرة الزمن. فدي اخرة الاستهزاء بالناس. مينفعش معاك كور العنف يا كلاب. كويت يا وسخة وانت بتموت. ياما مين ياما ماتت يا حبيبي. اوكي ايه ما ماتت خلاص. ياما الزيد وانت هتبقى ديت زيها دلوقتي. كلب فين بس؟ خد الزلفي خد اديله. مين تاني في مين تاني؟ تعالالي بقى لو راجل تعالالي. انا مش هضيع الرصاص عليك اصلا. انا بشع عشان الم الرصاص ده. نخلي حاجه مهمه ان في كلاب تاني. اوبا مشكله في الكلاب. لا ده في حد هنا. الله ده كتير فعلا. طب استنى بقى اقتل الكلب اقتل الكلب الكلب يا ولد. كان مش عارف ايه الكلاب اللي بتاكل بني ادمين اليومين دول كده. انا عشان تسهلت معاك وهتاخدوا عليا وكده. طيب انا اوريكم. بص حتى قطعوها من حتة رخمة يعني. خلونا نبدأ من حتة رخمة. كلهم عليا غصب عني مش بمزاجي. مش معايا معايا كويس والله. الكلب بقى كيف تقتل الكلب؟ هل يمكن تقتل الكلب بان انت امشي ورا الكلب كده وما فين الكلب اصلا؟ طب نصبر فين الكلب؟ ما بيموتش ليه الكلب ده؟ موت يا bring it down boy. موت اول بوي بتاعي. اها كتير طولتين. اشلي يونج يعني. صح انا مش معايا اسلحة اصلا. لا لا نلحق نستخبى بقى عشان كده ايه. اصبر يا بت مش بس شايفاني بتعالج. يا بنت العرس مش هسلك معاها دي. لازم ايه فين بقى الباقيين؟
لا ليها حليوة. تعالى بقى، ايوه امشي ورا الصوت ده، في حيوان هناك. هوب، خد يا زلفي، وباي باي كامبور، وتاخد الأسلحة اللي معايا دي. معلش أخوش، في حد يتخانق بشخوش، هتعمل بيه ايه؟ فين الولد التاني؟ دخل المحل ده، هنجيبه مش هنسيبه. لا ده واقف هناك. مفيش غير ده كده ونبقى خلصنا. الصح هيشوفني ولا ايه؟ مشوفش اصلا. جيلك كده، تجيلي كده، تجيلي كده، جيلك كده، مش هنخلص كده، ننجز. انت لو كفيف هتشوفني. استنى جاي لك تاني. يلا لما نشوف على فين بعد كده. أمان كده مفيش حد صح؟ لا لحظة معلش، هو ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ ما هو مفتوح من الناحية التانية. انتوا في الزبالة. لا بس الجرافيك رايق، هو اللي يصبرك على محن اللعبة دي. بص هي صحتها والله جت لما البت دينا دي بعدت عنها. بص صحتها بقت كويسة ازاي. اكيد ده مش مديهون لا كده، يعني اكيد بنستخدمه في اي حاجة. استنى، طب لا استنى ليه؟ مفيش. تعال انت ما بتصدق تتزحلق. تعال انهي مكان ينفع انط من عليه؟ مفيش اماكن ينفع انط من عليه. هنا هنا اه هنا ممكن. يلا عاش عاش عاش. يلا حلو، الماتور ده هينفعنا. بومب هتنفعنا برضو. نفجر بيها البتينة دي بدل ما هي عرفاني كده. بس الأمن مستتب. يلا يلا محل عجل. يا سلام، دينا رياضية. أنا المفروض ألاقي تومي هنا صح؟ نشوف تومي آخرتها معاك.
مش مهم، انا مكنتش عايز اخش الضابط. لا انا ممكن اكسر ده كده، بس ما فيش حاجة اصلا تستنى الواحد يخش عليها. ده شكله كان مطعم، ده يعملوا لحمة كلاب الباقي. تعال تعال انا مش مستريح لك، وتعال انت كمان. كل ما حد يجي جنبك تفسي القرب ده. موت بقى، ده انت سقيل يا اخي. اجري انت كمان، انت ما صدقتي. ادي النيلة الزرق مش هيعرف ينط. ايه ده، نط ولا ايه؟ انفجر. ماشي انا مش مهم، سامع صوتكم الصبح وانتوا عارفيني اساسا. لا يا تومي، قررت تظهر ولا لسه؟ Yo, when date comes, he's gonna ask for a safe combo. But just walk over his garage and bought it in yourself. Otherwise, he's gonna bother you 8 more times. His combo is 30, 82, 65. Someone needs to talk with his wife. I know she won't think he's gonna get better, but it's time to get practical. I hear the WLF have some real doctors at their base. Nobody would blame her for leaving, except Bruce. But fuck him. مش قصة في منتهى الحاجات اللي ملهاش لازمة يعني. الكلب اللي عمال يعوي بره ده، نضل نلاقيك يا تومي في الآخر. كل اللي مضايقني الخشوش الشاكوش اللي خسرناه في المعال اللي كان بره ده. انا تعمل الحاجة دي هتنفعنا. جثث متعفنة. ايه القنبلة دي؟ علامات الشر بقى، فاهم؟ صوت كده والغربان تطير وتقعد تصوت. ده قنبلة فعلا. الحتة دي أمان، مفيش حاجة. لا مفيش حاجة. ايه هتقولي الكلب ده؟ هتقولي تفشه؟ ما تمد يا بنتي. خلاص بقى، ما تموت من هدوء، موت وانت ساكت. ده لسه في تاني. هاتوا هاتوا برضه، هو العيال ما يهمكش. اجري اجري هاتي. اديله ترحموش. يلا اللي بعده. ها ايه تاني؟ معرفش السكينة دي عايشة معاكي بقالك كل ده ازاي؟ علي هوب، افتح النور يا عم. بيت لطيف بسيط مريح. ايه ده، كان في سيل؟ خسارة ملحقناش نشتري. يلا مش مشكلة بقى، نفتح الدور كده. الناس دي فقراء اللي ما عندهمش دور تاني في البيت بتاعهم. Yolanda, I'm sorry. I won't be able to keep talking and taking care of alive. Okay? Alfie, mesh. You were right about wolves. They turned out to be worse than the military. But I didn't expect that our own neighborhood would turn on each other. The old soul was a wolf is dead to my poor Sophia. And what did everyone want to do in return? PC, I deserved wolf blood.
They should have joined me. Instead, they conspired against me. So, I got them first. I poisoned on them, one by one, not enough to kill them. Just post them to sleep, then dragged them into a sport garage. Yuli woke up, we wrestled, I shot him in there, but he bit me. Those traitors are going to watch each other's turn. They will suffer. I hope they think of me when they lose their minds. I'm already starting losing mine. It won't be long now. I hope you found peace somewhere outside of the shit town. I hope you don't come back to see all of us. If you do, I'm sorry. Boris. Salam ala tibet alba. في بقى صوت يعني في ايه في حد موجود فين بقى الحد ده ايش مش عارف هما قافلين الابواب كلها كده ليه يعني بس ماشي بس انت بفرش لا استني ابن العرس عارف ان انت كنت هنا بس انا كنت عايز اخد حاجة من هناك الاول ما تسيبوش ما ترحموش اديله يمين وشمال يمين شمال هيعكمها لان الهيلث مش موجود قلت لها تاخد هيلث سمعتش الكلام البنت يلا مش اشكال في القعدة ايه فدا يا عم اصبر انت ايه هاد اختك الصغيرة دي تعمل فيها كده عايز تعضها قلقين قلقين قلق خد اديله ترحموش يمين شمال اديله في بطنه وشه كرسي في تاني ولا خلاص كده عشان ايه فاهمين بس هات الارو اللي معاه ده برضو حلو هو هيكون ده تومي في الاخر لا حلو حلو لسه بكيسه This will do ده بس انت خدت بالك من حاجة قفلوا الباب بعد ما عديت ولاد الأحمر كنت عايز ارجع تاني اجيب البتاع بس مش اشكال يلا ايه اللي كانوا ساكنين هنا كانوا بيتعلموا التنشين ولا ايه عايز اجيبها في النص بالظبط حد ما كانش في اي حتة اصلا لا بتيجي بس مش بتيجي في ال هو ليه عنده ترسيس كده عايز بيرمي شمال ليه خد ازر متقوليش ان انا خلصت الاسهم على الفاضي يلا مش مهم جيب غيره
فش لي الواد اللي هناك ده بقى، فش لي بالكلب. احنا ماشيين في الحديقة الدولية بيتفسح. اما انا خليكوا تشوفوني يعني، انا اهو قدام كليتي للكلب الاول. ومش معايا رصاص اصلا. استخبى بقى عشان دول هيتعبوا. لسهم طلعت مش مؤثرة. كلب ابن الكلب ده مين الياباني ده كمان؟ هو كلب راح فين بس؟ عشان فاكرني اخاف يعني، مش هوريلكوا نفسي. لا هوريلكوا نفسي وافشخ. ده ما بيهمناش يا عم. افتكروا لي بقى، قالك دي عيلة طرية ضعيفة مكسورة الجناح، هتخاف تستخبى وتخاف ما تبينلاش نفسك نفسها. ماشي الكلام ده. بحب السكينة بصراحة. ماشي خلاص. يعني لما تمسكني هتقتلني يعني؟ ما انت هتموت زي الهبل. يهبل ورا ولا فين الولد ده؟ صايع مستخبيين لي في البيت. هو ايه كشفني من كل اتجاه؟ ايه قاعد فين ده؟ ماشي. يا حبيبي تعالى تعالى حمد. مع السلامة بقى، عشان اللي فيها شبح. الشبح الذبح حبيبي. تعملي زي دينا تقعدي تقولي اوكي اوكي. خد 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 حاجات. مفيش حد هنا متهيألي تاني. خلاص موضوع الكلاب ده ولا عامل مشاكل فعلا. بدون الكلاب لا مشاكل. نبص البانيو وزرع. هو كده ناقص واحد وكلب. فين هما؟ اعتقد ان هما تحت. ممكن نبص بس هنا، بس اعتقد ان هما تحت. يا عم انا جاي لك اموتك يا عم واريحك. انت مستعجل على موتك، انا هيجي لك اموتك واريحك طالما انت مش صابر كده وعمال تحرب على موتك وعمل مشاكل. هو فين؟ هو المفروض كان يكون هنا يعني. يبقى هو طلع فوق مثلا. تعالى نخش الدور ده. ده ما فيهوش حاجة. ده اللي بيطلعك على المدينة. لا مش ده بتاع الجراش. ماشي. عايز بس اشوف الشبح اللي عمال يحرق من الصبح ده فين. مفيش حد فيهم بره حتى. nothing downstairs. ازاي احمر؟ طب انا قدام.
عمي ولا ايه؟ لما هتقرفوني هسيبكم امشي ومش هقتلكم، ما تبونيش معاكم. مش موجودين هنا اصلا، صوتهم مسمع لي. حبيبي، تعالى حبيبي. هذه واحد تاني كان معاكو. كلب مات ولا راح فين؟ ولا بياكل دلوقتي ميعاد الغدا بتاعه؟ انت رايح فين؟ انت غاوي الشقة يا ابني. ماشي، يمكن نفسك تموت في شقة برضو. انت راجل ولا ست ولا كفتة ولا ايه نوع؟ يلا مش مهم. ما في مين كمان؟ هنا فاضي يعني، مفيش حد صح؟ لا بس البيوت في المنطقة دي حلوة، الواحد محتاج يستثمر في الحتة دي. يا عم قتلت ماجي وهقتلك وهقتل الشباب كلها، عندك مانع؟ اتذكر تعالى. بقول لك ماجي، مرق الدجاج دي ولا ايه؟ هاجي على نفسك. قال فين العرس ده؟ تقولي العرس ده بتاع ماجي. انتوا قتلتوا الواد المسكين من غير ما يعمل لكم حاجة وسبناكم. هو انت فين انت؟ انت صوت من غير صورة ولا ايه؟ ده كلب. لا هقتل الكلب ازاي؟ بس دي مشكلتي، ينفع اتسلل من وراه كده؟ جيسوس كرويس، قتلت الكلب. تعال يا حبيبي. ايه ده انت هنا يا ابني؟ اديله في رجله، اديله في بطنه. لا يا حبيبي انت اللي فاكن ديد وستين ده، بتقول انا تبا لك؟ يلا تقول انا فاكن جالا، فاكرني مش عارف الترجمة؟ انا هنفخك. انت فين يا لو ذكر؟ تعالالي، محدش يقول لي تبا لك. يا فين العرس ده؟ انت هنا، تعال وانت كمان تعال. روح عندي انا كده، لازم استخبى بقى. ما تجيش خلاص، ما تجيش. رجعت في كلامي، اوعى تضرب دلوقتي، اوعى تضرب دلوقتي. انا ايه، احنا في فهودنا. هو فين ابن الجزمة ده؟ واضح ان انا لازم استخدم اسلحة. يا عم اصبر، يعني على الميتين امك. نجري استخبى بقى، لازم يبقى ايه في كر وفر كده برضو عشان ايه. انت عليك يا عم، ده انت بضان. نقعد ننط حوالين بعض بقى كده. ادي نيولا الزرع. اقتل لي الكلب ده معلش عشان مضايقني، انا مش لاقيه اصلا. يا ابن الكلب، اقتله اقتله اقتله. بس هو نو ايه يعني، انت كنتوا بتاكلوا في بعض مع بعض في الغيط؟ صاحبك او الكلب ده هو فين؟ ما اكيد هرن يعني، افضل اتفرج عليكوا اولاد الوسخه وانتوا بتقتلوني. استنى عشان ايه الوضع متأزم دلوقتي. ابن الجزمه ده كل شويه هادي يجيلي.
حتة ورا ولا قدام ولا فين؟ يا عمي على الميتين امك، ايه اللي بتستخدميه ده؟ عرفتني يا اخي، هذا نلم الغنيمة بقى. محتاجين نعمل ريكفري كده وندور على هيلث في المكان ده. تمام، يعني انا كده محتاج اجيب حاجات عشان اجيب هيلث، لان انا ما عنديش اي حاجه. طب المفروض دلوقتي اروح فين بقى؟ هما كده خلصوا خلاص، ما فيش تاني. كنت هنا قبل كده صح؟ اعتقد سمع صوت كلب. طلعونا من الكومباوند ده كده باللخبطة دي. ابراهيم الابيض فشخ في نفسه. لا ما تقرفونيش، انا عايز اطلع من المكان ده. وبعدين معاكي ولا لقينا تومي ولا لقينا نيلة اصلا في الاخر، لما نبنى غير البهدلة. انا والله عايز اطلع بره هنا.
بتسألونا ليه بقى؟ حلو التزحلق على الجليد ده، جايين لي بقى. اتنين بس، مش اشكال، مش كتير. اتنين نقدر نتصرف معاه. ده اللي فيها ذكية. طب موتي بقى عشان ذكائك ده، عشان شغليه مخك بعد كده وما تسمعيش كلامها. كان في واحدة تانية، ايه نعفو عنها؟ دي النيلة. مشكلتي مع الكلاب يا جدعان، كلاب مشكلة. خلاص اقتل الولد ده واقتل الكلب واهرب بقى. بس ما دخلوا ازاي من هنا؟ مش معنى هما ينطوا من هنا، انا لا، انا كده اتحشرت. ولاد العرس زنقوني هما كده. نفضل محشورين في البيوت دي كلها مش هنخلص. ضيعش الرصاصة على الفاضي عشان الرصاصة السهلة انت جاب محتاجه. دي الجزمة انا مش معايا. استنى يا عم الكلب والنبي، يا ابن الكلب ده خيانة خيانة، ما بيحترموش خصومهم، بيضربك في مقتل، مفيش آداب الخناقة. يعني تلاقيني مصاب، تستنى لما ابقى في كامل قواي زيك كده ونبتدي نتخانق، لا تقتلني كده. مفيش أي أخلاق قتال مقاتلين خالص. حتى الرصاص فضل زي ما هو. انت بتطلع فوق ليه؟ نط يا عم، بتعملي ايه؟ ايوه كده، عمالة تتقلبي اراجوز. ادي الكلب، بص انا مبحبش الكلب ده بقى. اديله ده، دي بتجري هتهرب، انفخ امك. موت يا كلب. خلاص كده ولا ايه؟ طب عشان زهقت بصراحة وما لقيناش زفت التين تومي ده لحد دلوقتي. مديك سسبنس قوي، ما فيش حد اصلا. يعني انت شفت ال قتله ده مات ده ولا ماتش؟ مات شكله. عشان ايه ده؟ قنابل يا ابني، ايه ده؟ في ايه؟ مين ده؟ ده بيرمو قنابل، انا افتكرته. اتنين على واحد يا كلاب، اتنين يا ولاد الجزمة. قد بنتك دي يا ابني، بتضرب بنت قد بنتك؟ يا دي الرجولة. ماشي، اجيلك افشخك دلوقتي.
سوف أريك وأحط عليك. اديله قنابل، محدش شايف حاجة يا ابن الجزمة. طب خد بقى الوان. طب ايه لا، ما اتنين على واحد مش هينفع بقى، انتوا بتتمانيكوا، انا مش معايا هيلث اصلا. انت شكلك مستفز اوي، اديله ما تسيبوش. في واحد كمان الوان. اوبا اي دي اوبا، خلاص. مين الحيوان اللي بيضرب؟ انت عاستقيت صح؟ طب ما انا لازم يبقى في هيلث. تمام كده، تمام كده. فوق بقى ابن الشرموطة ده، راح ماذا؟ خد يا زلفي، بس كده. مين اللي قفشني ده؟ تومي ده اللي قفشني يعني. go don't let her escape. حضني بقى في لقطة عاطفية شعرية عائلية عظيمة. هيكون بيعمل ايه يعني؟ بيجيب فراخ. دينا حامل بقى ومش فاضي يا صديقي والله، يعني عندها طلق الحمل وهتتعبنا، عايزين نجيب لها دكتورة اللي نديها لدي. هم الشراميط على طول بيبقوا فاين. لا كتير كده، كتير بصراحة كده كتير يا شباب. بس متهيألي الواد ده يقدر يساعد بدل دينا اللي ما كانتش بتعمل حاجة دي. عمل جماعي متقن وجميل، مش دينا اللي قرفاني ولا ليها لازمة. يلا اللي بعده، مالناش وقت نضيعه. لا سكايلر برا، مش سكايلر جوهانسون هو؟ تعالى بقى حبيب، ما هو ذيس از ايم فاني فعلا. يا ابني الجزء، اوه بقى تقعد تشغلي الحاسة السادسة، ما تموتي في سكات يا مرة. هاتلي الواد ده بتاع سكايلر ده شاذ يا خوري. بس خد انت التانية. عمر اسمه عمر، جايبين من مشليات ميليشيات ولا ايه؟ تعال فين بتاعت عمر دي؟ ما تقتلهاش، سيبالي دي بتاعتي دي، ده ولا عجوزة كمان. اللي بتعمل ايه هنا؟
وقت مش وقت الشباب جاي، السر جاي شبابك بس كده خلاص خلصوا. ما اعتقد لسه ما خلصوش. انتوا كام واحد يا ابني؟ ما تقرفونيش. What the hell going on people؟ هتموت انت كمان، عامل لي فيها دكر يعني، وهم مش عارفين يعملوا الشغل وانت لا تعمله. هتموت انت كمان، انت فين على لو راجل تعالى لي. انت فين؟ انت تنيل التاني مستخبي وراح فين؟ احنا نركب العربية قشطة، يلا بينا. اديله تعالى لي بقى حبيبي، مش انت اللي عامل فيها دكر يا عم؟ دو انت احا يعني، الخطة بتاعك جت تبوظ زي ما اللي بعد. يلا يلا مش فاضيين، في واحد ورا ناقص ورا. يلا يا عم دور بيك ام العربية يا عم، العربية شغالة اصلا. انتوا ايه اكشن ودراما وخلاص؟ كانت الناس سيئة زي الفل. هاتلي بقى الأشباح دول، في نصهم ماشيين على الصحراوي. ادي واحد تاني بس خلاص كده. ده سيئة ماشي. خد عمر، خد عمر، هاتلي السواق يا عم. انت جبان شكلك، وانا قلت هتنفعني ودينا وبتاع. بلا ايدي بلا جري، يبقى جنبه في واحد جنبه عايزين نقتله برضه. استنى يا دين امي، ايه عربية نكسم الاول؟ حد كان بينجس العربية دي؟ لا عايزة تدور ولا عايزة تمشي، استفدناش بيها بربع جنيه. انت اي اوفر وخلاص، بتكسب الازاز دي ما تطلع من الباب زي البني ادمين. اي اكشن والسلام. هي لسه ماشي. طب انا بضرب نار دي، خليهم يقتلوا بعض من النار. احد انت بجن قوي بقى بجد والله، افتكرتهم يا عمي. ده وقتك انت، ورايا ورايا. والله كاتومي انت طلعت عيل مش طموح. ايه ده مفيش رصاص اصلا السلاح ده، تعيل مش طموح خالص. ايه ده تومي وطلعت توتا بصراحة. ولا بس يلا هو احسن من مفيش. ويلا هوب هوب، يلا نديها عوم بقى. ما مالك يا ماما؟ عومي مالك في ايه؟ طب ما كنت تطلعي من يمينك، لازم تطلعي من معاه. هو المحني ده والله اللي بي، عشان كده ربنا مش كريمكم. يلا الحمد لله على السلامة. طب يلا مع السلامة، وشوفي لك حد غيري. قلت طيب قلبي طيب راح ده ومش غيري. هو اللي جاي يساعدك ولا انت اللي رايحة تساعديه ولا في ايه بالظبط؟ this way انت عارفة الطريق يعني؟ خلاص this way اي هبد وخلاص ماشي.